تحية لكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بحضراتكم في هذه التغطية الحية على الهواء مباشرة لجلسات الحوار الوطني والقضايا والموضوعات التي يتناولها الحوار الوطني. ومن أبرز هذه القضايا القضية السكانية التي تم تضمينها جلسات الحوار الوطني. ومن المعلوم بالضرورة أن الدولة المصرية تسير في عدة مسارات من أجل مواجهة الزيادة السكانية ومن أجل علاج المشكلة السكانية المصرية. المشكلة السكانية لها أسباب عديدة، منها أسباب ثقافية، أسباب اجتماعية، أسباب مالية وغيرها من الأسباب. والحوار الوطني يناقش هذه القضية ويحاول أن يوصفها بدقة ويحاول أن يضع حلولا لها. أيضا الدولة، من أبرز مسارات الدولة في هذا الإطار كان إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030. على أي حال، نحن نناقش مع حضراتكم بالرأي والتحليل هذه القضية والتصورات والرؤى المطروحة في جلسات الحوار الوطني حول القضية السكانية من خلال ضيفنا الكريم في الاستوديو، معالي الأستاذ الدكتور مجدي محمد خالد، المدير السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان والخبير الإقليمي للسكان والصحة الإنجابية. برحب بحضرتك معالي الدكتور. أهلا وسهلا، شرفتنا. الله يحفظك ويخليك، شرف لي. اسمح لنا حضرتك نشوف مع المشاهدين تقريرا مبدئيا حول الموضوع ثم نبدأ النقاش معك. تفضل ونشوف هذا التقرير. عقدت يوم الخميس الماضي جلسة من جلسات مناقشة الحوار الوطني المصرية، ودارت الجلسة حول القضية السكانية ومشكلة زيادة السكان في مصر، حيث قدم الحضور عددا من المقترحات للحد من الزيادة السكانية في الدولة المصرية، لأنها تمثل أزمة حقيقية، فهي تزيد من الأعباء وحجم الإنفاق وتقلل من فرص التنمية وتؤدي إلى تعطيل مسارات وأهداف عدة تسعى الدولة المصرية إلى تنفيذها. إلا أن القضية السكانية تحول دون ذلك لما لها من أضرار وسلبيات على خطط مصر التنموية في ظل الزيادة السكانية المفرطة في السنوات الأخيرة. كان الحوار الوطني قد طرح القضية على جدول موضوعات المحور المجتمعي، وهو أحد محاور الحوار الوطني الثلاثة. في السياق ذاته اقترحت النائبة أميرة العدلي عضو مجلس النواب وضع قوانين صارمة إلى جانب حوافز إيجابية أو سلبية للحد من الزيادة السكانية، كما فعلت الكثير من الدول، ومنها على سبيل المثال إيران وتركيا وتونس وبنغلاديش وإندونيسيا. وهذه الدول قد نجحت تجربتها في حل القضية السكانية الخاصة بها حين لم يعد أمر الزواج اختياريا لمواطنيها، بل إلزام كل مواطن أن يكون سن الزواج محددا بقوانين إجبارية. وأشارت أميرة العدل في مؤتمر الحوار الوطني المصري الخاص بالقضية السكانية أن ارتفاع معدلات الإنجاب في مصر بهذا الحجم يعد قنبلة موقوتة سوف تمتد آثارها للأجيال القادمة، وأن الزيادة السكانية المفرطة لن تعرقل مشروعات التنمية في الدولة المصرية فقط، بل ستأكل كل ما هو أخضر ويابس. بعد ما شفنا مع حضراتكم هذا التقرير، أعود إلى ضيفي الكريم في الاستوديو الأستاذ الدكتور مجدي محمد خالد. برحب بحضرتك مرة أخرى يا دكتور. أهلا وسهلا. وأسأل حضرتك، كيف رأيت تضمين الحوار الوطني القضية السكانية؟ أولا ده يعني حاجة في غاية الأهمية، لأنها قضية ليها ارتباط بكل مجالات التنمية. تأثير الزيادة السكانية على الصحة، تأثير الزيادة السكانية على التعليم، تأثير الزيادة السكانية على الإنفاق، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، تعطيلها لبرامج التنمية، كل دي قضايا بسببها القضية الزيادة السكانية الغير منضبطة. إذا وضع قضية الزيادة السكانية في مواضيع الحوار الوطني ده شيء مهم جدا وكان لازم يحصل، ونتمنى إن الحوار يعني يصل بينا إلى يعني مقترحات تكون فيها يعني حلول تساعد ما تقوم به الدولة المصرية في الوقت الحالي في التعامل مع القضية السكانية. إذا أردنا يعني أن نبسط للمشاهد
احساس مصر بالمشكله السكانيه بدا امتى؟ ولو نعمل يعني رسم بياني مبسط كده تخيلي للمشاهد حوالين المشكله، وصلنا لفين دلوقتي؟ المنحنى لسه صاعد ولا ثبت ولا نازل؟ احنا الوضع السكاني في مصر او القضيه السكانيه او المشكله السكانيه تتلخص في ثلاث محاور. اتفضل. ان احنا عندنا زياده سكانيه سريعه، نمو سكاني سريع، بنزيد 1.8، بمعنى ان احنا بنزيد ما يقرب من 2 مليون سنويا، يعني مصر بيضيف اليها دوله صغيره كل سنه بالنسبه للسكان. القضيه الثانيه او المحور الثاني اللي هو كثافه سكانيه عاليه، يعني احنا مصر 100 مليون كيلو متر مربع، السكان عايشين على من 7 ل 10 مليون، فده معناه ان احنا يعني توزيع مش مثالي، توزيع مش مثالي. فمحتاجين ان احنا نفك هذا التكدس، وده اللي الدوله بتعمله بقى في المجتمعات الجديده، في المدن الجديده اللي بتنشا على يعني محاور دخول المحافظات كلها. كل دي امور بتساعد. المحور الثالث بقى ان احنا عندنا خصائص سكانيه مش جيده، بمعنى عندنا في تسرب من التعليم، في نسبه اميه كبيره في النساء، في الوضع الاقتصادي في بعض، مش في بعض، في شريحه سكانيه وضعها الاقتصادي مش كويس، بمعنى قضيه الفقر، وده في بعض من الناس الثقافه بتاعتها بيجد ان هو الخلفه كتيره ممكن تساعده في هذه القضيه، فدي عامله لنا مشكله كبيره. اي من هذه الخصائص الثلاثه، الكثافه السكانيه او الزياده السكانيه والتوزيع اللي غير مناسب، وايضا الخصائص السكانية الغير جيدة تماما، أيها اللي ضاغط على الدولة ومخلي الدولة عايزة تعالجه بشكل أفضل أو أسرع؟ هم الثلاثة مهمين جدا والثلاثة في منتهى الخطورة، بس يمكن معدل الزيادة السكانية السريع هو أخطرهم. لأن هو طبعا يعني أنت لما تزيد كل سنة ما يقرب من 2 مليون، يعني ده كل 5 سنين يجي لك من 9 أو من 8 ل 10 مليون نسمة، دي زيادة طبعا بتضغط على ما زلنا في هذا المعدل ولا بيتردد انه في السنتين ثلاثه؟ لا هو احنا الدنيا نزلت شويه. خلي بالك ان احنا يعني احنا كنا المسح السكاني لسنه 2014 كان متوسط عدد الاولاد للاسره او المراه المصريه المتزوجه 3.5. احنا دلوقتي اخر مسح سكاني اتعمل في 2021 2022، وصلنا ل 2.8 من 10. على فكره 1 من 10 والكلام ده يبدو للناس ان هو دي ارقام طفيفه، لكن دي في السكان دي بتفرق، دي بتفرق كتير. طبعا. احنا بنطمع ان احنا نصل الى انخفاض في هذه، بنسميها دي معدل الخصوبة الكلية، اللي هي متوسط عدد الأطفال لكل امرأة أو كل سيدة. يبقى كان بقى 1.2؟ 2، حتى أقل من 2، 1.9 من 10، 1.8 من 10. ده هيوصلنا، كنا في فترة بنتكلم على 3، يعني من 20 سنة، 25 سنة. احنا كنا وصلنا للثلاثة دي يعني من فترة 20 25 سنة، وحصل ردة شوية في البرنامج فرجعنا لثلاثة ونص. ودي أزعج. هو دي الفترة اللي حصل فيها بقى ايه، يعني تضخم سكاني. الكيرف بدل ما كان الاول فيه يعني هبوط في هبوط، وبعدين حصل ثبات. ايوه ثبات. وبعدين بعد الثبات ده كنا قلقانين ساعتها، يا ترى بعد الثبات ده هننزل تاني ولا هنطلع للاسف الشديد طلعنا. فالجهود اللي اتعملت في الفترة الاخيرة يعني نتج عنها نتائج، والنتائج اللي هي اللي احنا شايفينها ان المواليد بتقل، عدد السيدات اللي بيستخدموا وسائل تنظيم الأسرة بيزيد، عدد متوسط عدد أفراد الأطفال لكل أسرة أقل. لكن هل ده يكفي؟ لا، هو ده كويس إن احنا دي نتائج، ولكن هي مش ماشية مع المستهدف بتاعنا. المستهدف بتاعنا إن احنا نمشي بمعدلات أسرع من كده. ليه؟ لأن المعدلات دي لو فضلت زي ما هي ده احنا 20-30 ممكن نوصل ل 120، 20-50 ممكن نوصل ل 160، فده طبعا ارقام مفزعة. فاحنا التارجت بتاعنا او المستهدف بتاعنا دلوقتي ان احنا نوصل لمتوسط عدد الاطفال لكل اسره في حدود الاثنين، اقل من الاثنين. يعني ده ضمن المستهدف، ضمن الاستراتيجيه القوميه للسكان اللي هو 2 او اقل من 2. ده مستهدف الاستراتيجيه، وعشان ده يحصل لازم السيدات المستخدمات لوسائل تنظيم الاسره يعدي 70%. احنا فين دلوقتي؟ احنا 66%. قربنا لكن في عندي مشكله، يعني في دول
ال 66% دي عندها تجيب متوسط عدد اطفال 2 او 1.9. طب ايه القصه عندنا؟ عندنا في ناس بتتسرب من الخدمه من 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 استخدام الوسائل. عندنا في نسبه سوري اتفضل في نسبه حمل غير مخطط له تصل الى 20%. اخطاء يعني خمس 20% كتير. ده رقم كبير. ده اخطاء في الوسائل ولا دي بقى يعني عايزه تدرس، ولكن اللي واضح لنا ان في اكثر من سبب. الاستخدام ما بتاخدش المشوره الجيده عن طريقه الاستخدام فيحصل خطا في الاستخدام. الستات بتستخدم الوسائل قصيره المفعول بدل طويله المفعول، اللي هي يعني الست لما تركب لولب ممكن تقعد 10 سنين في حمايه. لكن لما بتستخدم الاقراص لازم كل شهر وكل تجيب الباكيت فيحصل خطا او تاخدها كل يوم وفي نفس الميعاد، نسيت يومين ثلاثه ورا بعض وما لحقتش نفسها يحصل حمل. يحصل حمل. أي. الحقنه نفس الحكايه، حقنه شهريه او كل ثلاث شهور تاخرت عن ميعادها اكثر من اسبوع في فرصه يحصل حمل. فالاخطاء دي بالمناسبه عشان احنا بيشوفنا جمهور سيدات كثيرات، مش عايز اعدي الجزئيه دي لانه في لغط كتير بيتقال حول انسب الوسائل. وانا بكلم يعني مش استشاري امراض نساء وكده وانجاب، لكن خبير كبير جدا في المساله. الله يخليك. فانسب الوسائل ايه وامنها للاسره وخاصه الاسر المتوسطه والفقيره؟ تمام، ده سؤال يعني مهم جدا، لكن الاجابه بتاعته انه احنا ما نقدرش نقول ان هذه الوسيلة هي انسب وسيلة. هي انسب وسيلة للسيدة الفلانية. يعني ايه؟ انا لما بتجيلي سيدة عايزة استخدم وسيلة تنظيم الاسرة، انا بستمع لوضعها الصحي، بشوف عندها كم طفل، بسألها عندها امراض مزمنة زي الضغط والسكر، وده كله في الاخر هي عايزة وسيلة لغرض المباعدة. يعني هي في دماغها ان هي هتخلف كمان 3 سنين 4 سنين، ولا هي توقفت عايزه تتوقف خالص لانها عندها العدد الكافي من الاطفال. في ظل اخذ هذا الطريق وفي ظل الحوار، ودي اللي بنسميه بقى المشوره، ودي لازم تتم بشكل جيد، مقدم الخدمه الطبيب او الممرضه او الطبيبه اللي بتتكلم مع السيده تديها المعلومات، تستمع جيد للتاريخ بتاعها، وبناء عليه تبدا تقول لها انت نسبك عند تعمل ايفالويشن تقييم انت نسبك كذا او كذا او كذا، والسيده عليها ان هي تقول انا هاخد الوسيله دي. تمام. ده لما بيتم بشكل جيد ده بيضمن لي ان اولا قناعه السيده بالوسيله، الاستخدام المظبوط، تدي كفاءه بقى حمايه بروتكشن، تدي حمايه جيده. حمايه يبقى حصل ضبط سكاني كويس. اسمح لي اتوقف مع حضرتك قليلا لان معنا ضيف كريم على الهاتف. معانا معالي الاستاذ الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس امناء الحوار الوطني. برحب بحضرتك يا معالي الدكتور. اهلا وسهلا. ايه اخبار الجلسات يا معالي الدكتور؟ واحنا عندنا النهارده بنناقش في الاستوديو القضايا السكانيه. تمام. اتفضل سعادتك. اهلا وسهلا، طبعا تحياتي لضيفك العزيز الاستاذ الدكتور رايد خالد. واحنا يمكن ناقشنا القضايا السكانيه الجلسه اليوم الاسبوع الماضي، يمكن كانت من اهم الموضوعات، وحضر عدد كبير من المتخصصين وممثلين الاحزاب السياسيه، ويعني كان حوار ممتع جدا، والجميع تحدث فيه عن القضيه السكانيه وابعادها ومشاكلها وعن كيفيه تفعيل الاستراتيجيه الوطنيه للسكان والتنميه، وعن يعني كلام كان غايه في الاهميه، وعن يعني الدور الكبير للدوله في عمليه تنظيم الاسره والمشروع القومي لتنميه الاسره اللي الرئيس اطلقه، وعن هيكله المجلس القومي للسكان، وعن توفير الاطباء في الوحدات الصحيه والجمعيات الاهليه، وعن التوعيه والخطاب الديني المستنير والخطاب الاعلامي المستنير. كل دي كانت موضوعات شاسعه، وايضا مش بس النمو السكاني، تحدثنا ايضا عن رفع خسائر السكان سواء الصحه التعليم خفض معدل نمو الفقر، لان في علاقه مباشره ما بين الفقر والاميه وزياده معدل النمو السكاني. كان يعني حوار جيد جدا وخرجنا مقررات جيده ان لابد ان يكون هناك تفعيل للاستراتيجيه الوطنيه للسكان والتنميه، لابد ان تتوفر يعني الاراضي السياسيه متوفره. الرئيس عبد الحفيظ اللي دايما حريص في كل خطاباته ان يتحدث عن القضيه السكانيه وابعادها ومشاكلها، ايضا ان يكون هناك لامركزيه في التعامل مع القضيه في اسلوب لامركزي، وايضا تفعيل الخطه الاستراتيجيه وتوفير الموارد المائيه لتنفيذ الخطه. برضه تحدثنا عن الاثار التي ترتبت على الاسماك السكانيه من انخفاض نسيج الضرب في المياه، انخفاض نسيج الضرب في الارض الزراعيه، من مشاكل خاصه في الصحه، في الاسكان، في المواصلات وغيرها.
يعني اصبحنا النهارده وتحدثنا جميعا ان النهارده المشكله السكانيه اصبحت خطر يهدد امن وسلامه هذا الوطن. طيب دكتور استاذنك بس تعلي الصوت شويه لانه الصوت وصلنا في الاستوديو بصعوبه شويه، وعايز اعرف من حضرتك ايه خريطه الطريق اللي بتتوقع صدورها من جلسات الحوار الوطني فيما يتعلق بالقضيه السكانيه؟ والله خريطه الطريق اللي هي هتبقى موثقه فيه ان احنا عايزين نفعل المشروع القومي لتنميه الاسره اللي اطلقه الرئيس، عايزين نفعل بعثات استراتيجيه. وزير الصحه دلوقتي بدا يعمل مجموعات عمل في المجلس القومي للسكان، وبدات المجموعات العمل تبدا تعمل مراجعه للاستراتيجيه الوطنيه للسكان والتنميه بمحورها، سواء محور الخدمات او محور التعليم او محور توكيل المراه او محور الاعلام. احنا كل الكلام ده عايزين نفعله. هنطلب طبعا ان يكون هناك تعديل تشريعي، يعني تشريعات قوانين تخرج منها يعني وقت موضوع التسرب الى التعليم، تغليظ العقوبه، عماده الاطفال، الزواج المبكر، كل هذه الموضوعات احنا حريصين ان احنا نفعلها، والقوانين تطلع من مجلس النواب في اقرب وقت ممكن. توفير الموازنه اللازمه لعمليه توفير الوسائل، توفير اطباء في كل الوحدات الصحيه، كل هذه المسائل احنا حريصين عليها في المرحله القادمه، ان شاء الله تطلع مخرجات جيده باذن الله، احنا حريصين على ده تماما. وطبعا في تفاعل ما بين الحكومه اللي هي حضرت الجلسه وبين اعضاء الاحزاب السياسيه والجمعيات الاهليه وغيرهم. لا يعني ان شاء الله في اراده قويه جدا من الجميع نخرج بروشتة جيده لتصدي لاخطر مشكله بتواجه المجتمع المصري والمشكله السكانيه. كل التوفيق لجلسات الحوار الوطني، وخاصه ما يتعلق منها بالقضيه السكانيه اللي بنناقشها حاليا في الاستوديو. بشكر معالي الاستاذ الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس امناء الحوار الوطني، شكرا جزيلا لحضرتك. وعود الى ضيفي الكريم معالي الاستاذ الدكتور مجدي محمد خالد، المدير السابق لصندوق الامم المتحده للسكان، الخبير الاقليمي للسكان والصحه الانجابيه. بنتحدث عن ان الدوله اخذت مسارات عديده لمواجهه المشكله السكانيه، يعني اذا اردنا ان نتحدث او نلخص ابرز هذه المسارات نقول ايه حضرتك؟ تمام. في المبادره الرئاسيه لتنميه الاسره المصريه دي احدهم، ودي مهمه جدا لانه تنميه الاسره ده مدخل لضبط النمو السكاني. لان تنميه الاسره معناها ايه؟ معناها ان الاسره السيده او الزوجه دي عليها دور مهم، فلما تبقى هي عندها الوعي الكافي هتقدر ان هي تعرف يعني ايه الانجاب الكتير، خطر على صحتها، مش 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 في صالح الوضع الاقتصادي بتاعها. لما يبقى في تنميه للاسره بمعنى انه نوعي الاسره ان هم ما يزوجوش بنتهم في سن صغير وتستنوا لما تستكمل تعليمها، ما يخرجوش الابن من التعليم في سن اعدادي عشان خاطر يشتغل في ورشه ولا حاجه عشان يجيب فلوس تساعد بيها. فكل ما هو خاص بان انا اشتغل على تنميه الاسره، تنميه اقتصاديه، تنميه توعويه، تنمية صحية، فكل ده في الآخر هيخلي قرار الأسرة في اتجاه ان هو الأسرة الصغيرة ومزاياها عن الأسرة الكبيرة اللي فيها عدد كبير ومشاكل. يعني فعلا فعلا هناك علاقة ما بين الفقر والزيادة السكانية. أكيد أكيد علاقة طردية، كلما زاد زاد. انت بتلاقي يعني المساحات اللي بنعملها بنلاقي أكثر المجتمع في وضع اللي هم في وضع اقتصادي افضل بنسميهم الهاي ويلث كوانتايل، الاغنياء الاغنياء بيخلفوا قليل، خلفوا قليل 1-2 1-2، انما اللي هم مخلف 5-6 اللي في الاقل بقى وكمان حتى الاعلى منهم شويه دول برضو ايه بيخلفوا. طب احيانا اقول له مع كل احترامي اللي مخلف 5-6 انت ليه خلفت كتير كده؟ يقول لك معيش فلوس كنت استخدم الوسائل. كان في فترة الوسائل بتبقى متاحة بالمجان، هل ما زالت متاحة بالمجان؟ بالعكس، ده تنمية الأسرة المصرية دي مع أحد محاورها توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للأسر وللقادرين بالمجان غير قادرين بالمجان. متاح متاحة يعني. وبعدين عمر ما كان في مصر الحصول على خدمات تنظيم الأسرة مشكلة اقتصادية.
تملي يا اما بسعر رمزي ما يشكلش مشكله على الطبقات الوضع الاقتصادي يعني قليل، لانها متوفره وعندنا 5000 وحده صحيه منتشره في ربوع جمهوريه مصر العربيه، كل المحافظات بتقدم الخدمه. صحيح الفتره الاخيره كان في عدد من هذه الوحدات نتيجه نقص في الاطباء مش شغاله او شغاله فترات، فالوزاره دلوقتي في سبيلها ان هي تغطي العجز اللي موجود في هذه الوحدات بحيث ان هي تشتغل وتغطي كل المحافظات والقرى بخدمات تنظيم الاسره. حضرتك اشرت الى المتغيرين الثقافي والصحي ايضا ان هم مؤثرين في نسبه الزياده السكانيه، احب اسمع من حضرتك. الثقافي لانه احنا المصريين عندهم موروثات ويعني في حاجات موروثه كده ماشيه في الاتجاه الخلفه الكتير، العزوه المجتمع الذكوري، لازم الاسره يكون فيها عدد كويس من الذكور بالذات في وجه القبلي وفي محافظات الوجه القبلي. الموضوع ده طبعا يعني لما بغير فكر المجتمع وانوره واعمل له نوع من التثقيف بحيث ان هي اتغير على اتغلب على الموروثات دي، ده هيساعدني، لانه جزء كبير من القضيه انه الافكار المغلوطه. يعني انا مثلا يعني في مسح صحه الاسره المصريه الاخير بتاع 2021، 45% من السيدات اللي عندهم طفلين يرغبن في الطفل الثالث. الله ليه بقى؟ اذا ثقافه الخلفه دي لازم جديده يعني، واقدر اخلف كمان ولا ايه؟ ثقافه الخلفه الكتيره دي الناس مش واعيه، لانه يعني هي الموضوع كده مش مجرد ان انا يعني وانا قاعد كده اقول انا هخلف قد كده. احنا بنظبطها بوضع الاسره الاقتصادي، الوضع التعليمي، امكانياتي، دخلي، طموحي في ان عايز البنت دي او الولد دي يبقى ايه، يصل لاي درجه في التعليم، تعليم جيد يحقق له طموح في وظيفه. الكلام ده لازم الاسر تستوعبه وتبقى يعني يخليها وهي بتاخد قرارات الانجاب تبقى عارفه تاخد قرارات انجاب مبنيه على معرفه. الوضع الصحي في وقت من الاوقات وفي الدول الكتيره قوي اللي كان عندها مشكله سكانيه بالذات في الستينات والخمسينات كان سبب الانجاب الكتير وفيات الاطفال العاليه. فبيخلف مخزون. يعني يخلف سته عشان يعيش ثلاثه. احنا الحمد لله يعني الوعي الصحي، المستوى، الخدمات الصحيه، الدوله بتقدم خدمات، تطعيمات الاطفال متوفره، يعني وفيات الاطفال في رقم يعتبر جيد بالنسبه للوضع العالمي حتى، وكذلك وفيات الامهات لاسباب متعلقه بالحمل والولاده. اذا احنا ما عندناش دلوقتي حاجه تقول ان انا يعني هخلف كتير عشان الولاد لا قدر الله بيحصل لهم كذا وهيموتوا او حاجات زي كده. فكل الدول بقى اللي رفعت الوضع الصحي بتاعها وخفضت وفيات الاطفال وكده، عدد الاطفال اللي بتجيبهم كل اسره قل، ظبطوا نفسهم على واحد واثنين. ودول كتيره بقت يعني عشان تقنعهم ان هم يخلفوا التالت ده، لا يعني في دول بتتحايل على الاسره انها تخلف الثاني او الثالث، وهم يقول لك انا كده وضعي احسن وبعلم ابني افضل ووضعي الاقتصادي انا قادر على استمتع بحياتي. فدي ثقافه. طب فيما يتعلق بالتوزيع الامثل للسكان، الدوله الحقيقه قطعت شوط كبير جدا في عمل مدن جديده منتشره في كل انحاء الجمهوريه، في حوالين القاهره وفي بحري حسب المستطاع وفي الصعيد، وايضا هناك المبادرات العديده لاستصلاح الصحراء وزراعتها وال2 مليون ونص فدان واصلاح والتعمير في سيناء وغيرها. هل ده كافي ولا ما زلنا نحتاج الى المضي كثيرا في هذا الطريق؟ هو انا بعتبر ان ده يعني بدايه الحل للايه، للتوزيع السكاني والكثافه السكانيه العاليه، لكن مش هو كل الحل. دي بدايه علشان نسير عليها ونقيم التجربه. يعني هل انا لما ببني مدن جديدة علشان الشباب يبدأ يسيب بقى الزحمة القاهرة والالتصاق بالأب والأم والثقافة، يعني هنرجع تاني للموروث الثقافي بتاعنا، ويروح يعيش في الأماكن دي عشان خاطر يخفف الضغط على الخدمات اللي موجودة في المدن؟ يعني احنا نتمنى ذلك. لذلك التوسع في المدن الجديدة يعني هو بيتم الحقيقة بالشكل ده، بس لازم يتم بشكل مدروس أكتر، اللي هو ما يبقاش حد عنده حجة عشان المدرسة
عشان السكن بعيد عن لازم يوازيها خدمات واجراءات اخرى. يعني اللي عايز يسكن في مدينه جديده لازم عنده المدرسه وعنده المستشفى وعنده وظيفه وعنده المسكن، يبقى ما عندوش حجه ان يقول انا مش رايح. وفي فرص استثمار عشان وفرص لو حب يشتغل ويقعد في المكان. ما هو اكيد هو رايح في المدينه الجديده او بينقل لانه هو في شغل هيشتغله وفي سكن هيسكن فيه واسرته هتبقى معاه، مش رايح لوحده. وثقافة ان انا لما اتنقل دي افضل رجل بره ورجل جوه، يعني اروح شوية هنا واجي شوية هنا. طب ما هي القاهرة دي في وقت من الاوقات بتبقى فيها 20 مليون نسمة، ليه؟ عشان ناس عايشة في القاهرة وبتشتغل خارج القاهرة. لذلك انت بتشوف بقى اوقات الذروة والناس راجعة الدنيا عاملة ازاي. صحيح، اخر النهار اخر النهار. ده عشان الناس اللي مش كلهم مقيمين، مش يعني في ناس مقيمة في القاهرة لكن شغلها خارج القاهرة ومش عايزة تنقل حياتها في المكان اللي فيه الشغل، فده رايح جاي. كمان الشقق في المدن الجديدة، صحيح الدولة بتقدم تيسيرات كبيرة جدا لكن أسعارها على الأقل في القطاع الخاص بقى غالية، فتخليه يعزف ويقعد في قلب المدينة في القاهرة. طبعا هو يعني أكيد لو شاب مثلا في مقتبل حياته حتى الشقق اللي هي فيها دعم وكده بالنسبه للاجور وبالنسبه للوضع الاقتصادي برضه هتبقى صعبه شويه عليه، صعبه شويه عليه، فدي برضه لازم تدرس يعني تدرس شويه عشان نشجع الناس تخرج من الانبوبه من القاهره وتروح على المدن الجديده. ودي في احد جلسات الحوار دعيت مره يعني في الكلام ده، قلت يمكن احنا بنتكلم في حوافز سلبيه، ولو رئيس الوزراء قال احنا يعني اعتمدنا حوافز ايجابيه مش سلبيه، حوافز ايجابيه للاسر اللي هي تلتزم بطفلين او كده، ممكن يبقى في مبلغ سنوي في الاخر خالص لما تصل للسن 45 اللي هو مش هتخلف تاني بعد كده بتبقى مكافاه. انا شايف انه ده يعني هو حافز ايجابي بس ممكن ما يكونش جاذب. المبلغ النهارده تتكلم في 50,000 جنيه ولا 20,000 جنيه ولا 100,000 جنيه، ما يجيبوش حاجه، ما تعرفش بعد، لا ده ما يجيبوش حاجه دلوقتي، ما بالك بعد 20 سنه. ما يجيبوش كده. لكن لو الاسره اللي عندها اثنين الحافز الايجابي ان انا اوفر للابن بعد ما يخلص تعليمه وظيفه جيده في مدينه يعني يشتغل فيها، اساعده في ان هو يحصل على الشقه دي بتسهيلات اكتر من غيره، خاصه انه هتكون خصائص السكانيه تحسن. ده الحافز الايجابي للاسره، ممكن يبقى مغري بالنسبه لها وتطلع اليه. بنت اتخرجت اساعدها في مصاريف الزواج مثلا غير ما اديله مبلغ هو من دلوقتي حاسبها بالمبلغ ده، يحس ان هو ده مش مغري يعني. طيب خلينا نتكلم مع حضرتك على بتقول لي في بدايه الحلقه الخصائص السكانيه بتاعتنا مش جيده قوي، ايه اللي لسه ناقصنا في الخصائص السكانيه عشان نجودها افضل؟ اتغلب على اي اميه موجوده في الشعب المصري، لازم الشعب المصري كله يبقى متعلم حتى لو كان بيكتب ويقرا ما توصلش الاميه دي. الاميه الثقافيه بقى. الاميه الثقافيه والاميه بتاعت ان في ناس بتتسرب من التعليم ما تكملش تعليمها، في ناس ما يبقى في وفي الاناث اكتر من الذكور، لا انا مش عايز، لانه دي يعني وصمه انه يبقى في حد امي. برضو اذا كانت ناس عندها يعني ملهاش وسيلة انها تحصل على صحة على خدمات صحية جيدة، يعني اسرع شوية البرنامج القومي بتاع التأمين الصحي بحيث يعني نمشي بشكل اسرع من كده ويبقى كل مواطن مصري عنده مظلة تأمين صحي. طيب حضرتك كنت المدير السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان وخبير اقليمي للسكان والصحة الانجابية، الدول اللي المشابهة لينا او المناظرة لينا او اللي حبت تضبط النمو السكاني دوليا عملت ايه؟ التجارب الدوليه عشان نستفيد بها هنا في مصر. شوف هو يعني المحاور معروفه اللي احنا نشتغل عليها في القضيه السكانيه كل العالم هي اللي احنا قلناها دي في كل الدول دي. بس كل دوله بيبقى ليها خصوصيات تخليها ممكن تشتغل بشكل مختلف عن دوله اخرى. على سبيل المثال تملي انا اسال، ما انت عندك الصين، شوف الصين، شوف تجربه الصين. صحيح. وانا السؤال ده بينرفزك يعني بيستفزني شويه. استفز. ليه؟ هو انا الثقافه بتاعت الشعب المصري والثقافه بتاعت الدوله المصريه المتغيرات هنا غير المتغيرات هنا تسمح ان انا افرض عقاب على حد انجب طفل زياده؟ يعني برضو لازم احسبها بالشكل ده، لان الصين مع انها حققت انجاز جامد بالقانون ده لكن هي جت في الاخر بتتراجع.
وبرضو الموضوع ده حطها في محك، وهي دولة قوية فمحدش قادر يضغط عليها، لكن لو دولة يعني مش بالحجم ده ممكن بقى منظمات الحقوقية والقصة دي كلها، لأن دي مسألة حقوقية، الإنجاب حق يعني أساسا، أيوة تبقى مشكلة. فدي أنا أستفيد من الصين في التنمية، أستفيد من الصين في برنامج تنظيم الأسرة القوي اللي عندها، يعني احسن في اداء برنامج تنظيم الاسره بتاعي بحيث ما يبقاش فيه ال 20% حمل غير مخطط له او 14. كانوا بيعاقبوا ازاي الصين بقى؟ يعني ممكن اللي بيخلف طفل واحد ده له حقوق ان هو هياخد وظيفه، له الحق ان هو يقدم على مسكن، اكتر من كده ده بقى لا، ده ملهوش دعوه بيه، ملهوش دعوه بيه، وممكن عقوبات ماديه على الاب نفسه اللي هو رب الاسره. لا فطبعا ده بقى يعني الصين مش مقبول عندنا، مش مقبول عندنا. وبعدين يعني الصين جت تايوان قالت انا النموذج الصيني ده انا مش هشتغل عليه، انا هشتغل على التنميه، ارفع الوعي بتاع المجتمع بتاعي، اشتغل على ارفع الوعي الصحي، احسن من التعليم. وقدرت النتائج اللي عملتها الصين تعملها تايوان من غير ما تعمل الايه؟ القهر ده، القهر ده. فده نموذج انا استفيد منه. اذا يعني نموذج بتحس تستحسن نموذج تايوان، التنميه التنميه الجيده، التعليم الجيد، تثقيف المجتمع، القضاء على الفقر، القضاء على البطاله، اعمل كل ده بشكل جيد ومؤثر ممكن يجيب نتيجه معايا، واشتغل على الحوافز الايجابيه اكثر من السلبيه. بمعنى ان انا ايه، زي ما احنا كنا بنتكلم دلوقتي، واشوف والشغل في القضية السكانية قابل للتغيير والتوقف وإعادة التوريست الرترجايز مرة أخرى وكده، يعني عيد ترتيباتي تانية. فده يعني هيخلينا ان احنا طول ما احنا شغالين عينينا ايه اللي بيحصل وايه النتائج عاملة ازاي. اللي بيفيدني بقى الدراسات والمسوحات اللي بتنورني كل شوية، يعني المسح اللي طلع الأخير ده عرفني ايه الحاجات اللي اتحسنت وايه الحاجات اللي ما اتحسنتش، واداني فكره ان انا اطور الاستراتيجيات بتاعتي عشان اتعامل مع الثغرات اللي موجوده. في دول برضو يعني مثلا ايران، ايران عندها حاجه انا ما اقدرش اعملها خالص ولا يعني ولا هتنفع عندي، مع انها دوله مسلمه، مع دوله مسلمه اللي هي التعقيم. التعقيم انا حسيت انهم عملوا حاجه مخالفه التعقيم، ورجال الدين هناك يعني اباحوا بقى وكلموا، قالوا شعر بس عشان منبهرين بايران يعني شوفوا. لكن لا يعني لما تيجي تتكلم على تجربه دوله ادرسها فروم اي تو زي، خدها من الالف للياء، من الالف للياء. لكن هم بقى انا اخد من التجربه الايرانيه فكرة توعية المقبلين على الزواج، وإزاي اللي هو الدورات التدريبية والتثقيف اللي بيعملوه للكابلز الشاب والشابة الأزواج المقبلين على الزواج، من ناحية التثقيف إن هم فوائد الأسرة الصغيرة، إزاي يستخدموا الوسائل، العلاقة بين الزوج والزوجة إزاي تبقى بشكل جيد ما تعملهمش مشاكل، وإزاي إن هم يعني يقدروا إن هم تبقى حياة سعيدة. وده اللي احنا دلوقتي يعني فحص المقبلين على الزواج ده برضو احد المبادرات الرئاسيه اللي لسه يعني قريب. فاحنا طالبنا ان هي بقى وفعلا المحتوى بتاعها مش بس تثقيف بتنظيم الاسره وكده، لا ده برضو مفهوم السعاده الزوجيه ازاي، يعني لان دي الزواج الناجح ده هو بيعتمد على بدايته كانت عامله ازاي. بدايته كانت جيده وسعيده، ده رصيد ممكن يزق الناس لقدام فيها كده حاجات. هل الزياده السكانيه مرتبطه بالدول الناميه؟ خلينا اقول بلاش الدول الثانيه، يعني الناميه، يعني دول متقدمه ما يعني. هو شوف، هو الدول الناميه اكثر نمو سكاني. ليه سمة اساسيه خاصه لصيقه بالدول الناميه؟ الدول الناميه لانه الحاجات اللي كنا بنحكي عليها فيها فقر كتير، فيها بطاله، يمكن الخدمات الصحيه مش جيده، مش عارفين في الوسائل، يمكن في دول حصولها على وسائل وخدمات تنظيم الاسره، يعني الحمد لله ان احنا ما عندناش المشكله دي كانت لكن في دول افريقيه ممكن تكون عندها صعوبه في توفير مقدمي الخدمه، صعوبه في توفير وسائل تنظيم الاسره، وده ممكن تلاقيهم بقى بيبان في المساحات بتاعتهم. معدل الاستخدام واطي جدا، احنا عندنا 66 تلاقي في دول افريقيه 33 و20 وحاجات زي كده. فدي اختلافات. برضه الدول المتقدمه والدول الغنيه ما عندهاش مشكله في انه يعني الكابل المقرر من الاول خالص ان هو ما يخلفش خالص، حتى هيلاقي طلبه.
يعني انا يعني هم عندهم مشكله في نقص السكان. وبعدين هم يعني وصلوا لمرحله ان هم بيشجعوا على الانجاب عشان شيخوخه المجتمع. شيخوخه ايوه. فالبرنامج السكاني بتاع مصر الحقيقه هو برنامج يعني انا بعتبره ممتع. عنده شخصيه. شخصيه وساري شويه. عنده شخصيه. اولا مبني على الحقوق. بيعترف ان الانجاب حق ما بيقهرش حد. وبيعترف وده اعتراف عالمي ان حق المراه في تنظيم الاسره. تقول لي يعني ايه بقى ان حقها ان انا اوفر لها لما تقرر ان هي تتوقف او تباعد اوفر لها خدمات. طب انا في ظل الحقوق دي وفي ظل انا تجربه لها خصوصيتها هعدل القوانين ازاي؟ في ناس بيتكلموا كتير عن تعديلات تشريعيه قانونيه تخص الزياده السكانيه. التشريعات اللي مطلوبه هنا هي انا شايف ان هي يعني الاول اراجع القوانين اللي عندي واشوف ليه ما بتطبقش. يعني انا عندي القوانين الموجوده كفايه. يعني انا ما هو هتقول لي بقى ان انا دي كفايه وانا مش عارف اطبقها ولا انا محتاج اضيف عليها؟ بمعنى ايه؟ القانون المصري لا يسمح بالزواج للبنت تحت سن 18 سنه مظبوط؟ وقد ايه زيجات بتحصل تحت كتير. ودي بتاثر على القضيه السكانيه ما بتاثرش؟ بتاثر. البنت لما تبدا تخلف من سن 16 17 سنه تخلف دي لو استخدمت مش كده ولا ايه؟ زي زمان. ممنوع التسرب من التعليم مش كده ولا ايه؟ هل القانون بيمنع؟ بس في تسرب يعني هات بيانات وظبط. ليه ما عندناش مناهج في التعليم العالي وفي المدارس يعني خاصه بالقضيه السكانيه ما دام هي مشكله كبيره كده؟ بص ده احنا اشتغلنا عليه من زمان قوي وكان تملي فيه عقوبات، قصدي فيه عقبات. عقبات. انما مؤخرا وانا كنت يعني ليا الشرف ان انا اكون طرف في هذا انه وزاره التربيه والتعليم بتدخل حاليا منهج سكاني في المراحل التعليميه ابتدائي اعدادي ثانوي. مناشدات ولا تجارب حقيقيه وشغل موثق بارقام عشان ما يبقاش مناشدات؟ لا انا مش بقول لك ان هي دخلته، انا بقول لك في سبيلها. في سبيل. يعني لا ما اقدرش اقول لك ان الكتاب المدرسي دلوقتي بتاع مثلا ثانوي او اعدادي هتلاقي فيه، لا هو بيتم تحضيره. يعني اتعمل الاطار العام واخدوا راينا ايه الرسائل اللي ممكن كلام علمي بقى وكده وموثق علميا علشان يتعرف المراه لو خلفت كام هيبقى مجهد ليها ومجهد لا كلام علمي كلام علمي من مش مناشدات. لا ده كلام علمي من متراجع من خبراء. بالظبط. وهم من عندهم بقى طلب الجامعه. ايوه هيستعينوا بخبراء المناهج بقى عشان يحولوا هذا الاطار او هذا الى محتوى في الكتاب المدرسي. وكذلك على مستوى الجامعه يعني يحترم محتوى يحترم الطالب ويثق فيه ويبقى يخطط لما يجي يكبر ويتجوز يقول لك انا هعمل زي لان الكتاب منورني كذا وكذا وكذا. وده رجعنا لتجارب الدول برضو في الدول سبقتنا من زمان قوي في حته ان هي الدراسه الوضع السكاني والدراسات السكانيه موجوده في المناهج التعليميه في المراحل التعليميه المختلفه. فده بيخليني يطلع الطفل لما يصل لمرحله بقى ان هو شاب او شابه وعايز يتزوج الثقافه بتاعته بقى واللي درسه عنده اتيتيود اتجاه عنده اتجاه بقى خلاص. لمفهوم الاسره الصغيره وان هو يعلم عياله وان هو يبقى اسرته يعني بيرعاها بشكل يوفر لها التعليم الجيد والرعايه الصحيه الجيده. فده معناه انه لازم يكون عنده يا طفل يا طفلين بالكتير. صحيح. فده احنا لازم نسعى اليه ولازم يعني اذا كان احنا يعني ما مشيش بالشكل اللي كنا عايزينه زمان في الوقت ده بقى ما عنديش رفاهيه ان انا اضيع وقت. صحيح. لما اقول هعمل الكلام ده هعمله. صحيح. يعني ما اقدرش اتاخر فيه. الوقت مع حضرتك كان ممتعا لكن الوقت دائما محدود. انا بشكر سيادتك شكرا جزيلا. وقتنا انتهى للاسف. معالي الاستاذ الدكتور مجد محمد خالد المدير السابق لصندوق الامم المتحده للسكان والخبير الاقليمي للسكان والصحه الانجابيه. شكرا. شكرا 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 لك. انا متشكر. شكرا لحضرتك. وإلى اللقاء في تغطيات وفقرات إخبارية قادمة.